شغل غافل عن الله. فتش على نفسك، هل أنت على الإيمان مراقب لله عارف، أو ظالم لنفسك؟ يا ابني اللي ما عم يذكر الله هذا ظالم لنفسه، يلي ما بيحضر مجالس العلم هذا ظالم لنفسه، يلي ما عم يقرأ القرآن هذا ظالم لنفسه، يلي ما صب له أخ في الله هذا ظالم لنفسه. هذا يوم القيامة بكرة، فما لهم من ناصرين ولا شفيع حميم، ما في له يوم القيامة من يشفع له لأخ في الله. الحديث استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فيعني ما صار له أخ ظالم لنفسه، يلي ما بعرف قبلتنا أخ، قبلتني أخ إلك أبو أحمد، تقبلني أخ إلك؟ إيه؟ الله يرضى عليك، إن شاء الله بتشفع لنا يوم القيامة. لا تظلموا، لا تظلموا أنفسكم بترك ذكر الله، لا تظلموا أنفسكم بترك تلاوة القرآن، لا تظلموا أنفسكم، وهي أشد شيء، لا تظلموا أنفسكم من ترك صلاة الفجر في الجماعة. صلاة الفجر في الجماعة لا تظلموا أنفسكم، هي وحدها بتكفيكم يوم القيامة نجاة. يلي بيروح على حاله فلا يلومن إلا نفسه، نسوا الله فنسيهم، ومن سلم قلبه للعارفين لا يكون من المغبونين. لا يغبن، يلي بيسلم قلبه للعارف بالله ما بصيبه غبن، يعني ما بيخسر، دائما في ربح.